من تقى الله عز وجل كشف الله عن بصيرته، فرأى ما لا يراه الناس، وسمع ما لا يسمعون. أيها الإخوة الكرام، ومن الأمور التي تجدد الإيمان التفاعل مع الآيات الكونية. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف ذلك في وجهه، فقالت عائشة: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت ذلك في وجهك. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. أيها الإخوة الكرام، وقد روى البخاري عن أبي موسى الأشعري أنه قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة. أيها الإخوة، من أسباب تقوية الإيمان ذكر الله تعالى، وهو جلاء القلوب وشفاؤها ودواؤها عند اعتلالها، وهو روح الأعمال الصالحة، وقد أمر الله به فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ووعد بالفلاح من أكثر من ذكر الله، قال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال لبعض أصحابه لما قال له: لقد كثرت علي شرائع الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أيها الإخوة الكرام، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي أن القلوب لا تطمئن إلا بذكر الله ولا تسعد إلا بذكر الله. وصيغة هذه الآية صيغة قصر وحصر. لم يقل الله عز وجل تطمئن القلوب بذكر الله، فلو قال كذلك معنى هذا أنها تطمئن بذكر الله وبغير ذكر الله. أما حينما قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي أن القلوب لا تطمئن حصرا إلا بذكر الله. أيها الإخوة الكرام، في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى، فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله. ومعنى قسوة القلب أن تقرأ القرآن فلا تتأثر، أن تصلي فلا تتأثر، أن تذكر الله فلا تتأثر، معنى ذلك أن القلب قاسي. أيها الإخوة الكرام، جاء رجل إلى الحسن البصري سيد التابعين رحمه الله، قال: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أذبه بالذكر، ذلك أن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة، فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار. فما أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل. وذكر الله شفاء القلب ودواؤه، والغفلة مرضه. أيها الإخوة الكرام، بذكر الله يصرع العبد الشيطان، بذكر الله إذا تمكن الذكر من القلب ودنا منه الشيطان صرعه، كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان. أيها الإخوة الكرام، أكثر من تمسهم الشياطين هم أهل الغفلة الذين لا يتحصنون بالأوراد والأذكار، ولهذا سهل عليهم تلبس الشياطين بهم. وبعض الذين يشكون من ضعف الإيمان تسقل عليهم بعض وسائل العلاج كقيام الليل ونوافل الصلاة، فيكون من المناسب لهم البدء بهذا العلاج والحرص عليه، فيحفظون من الأذكار المطلقة ما يرددونه باستمرار. هذه الأذكار التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأذكار الصباح والمساء والنوم والاستيقاظ والرؤى والأحلام والأكل والخلاء والسفر والمطر والأذان والمسجد والاستخارة والمصيبة والمقابر والريح إلى آخر ما هنالك من كتب الأذكار التي صحت عن رسول الله سيد الأخيار. أيها الإخوة الكرام، ومن وسائل تقوية الإيمان مناجاة الله والانكسار بين يديه عز وجل. وكلما كان العبد أكثر ذلة وخضوعا كان إلى الله أقرب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر في السجود الدعاء. رواه مسلم. لأن حال السجود فيها ذلة وخضوع ليست في بقية الهيئات، فإذا وضع العبد جبهته على الأرض وهي أعلى شيء فيه صار أقرب ما يكون من ربه. يقول بعض العلماء وهو ساجد: قال: أسألك بعزتك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي، وبغناك عني وفقري إليك، هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير، ولا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أسألك مسألة المساكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه، وذل لك قلبه. فعندما يأتي العبد من باب الانكسار ويناجي الواحد القهار يشعر أنه قريب من الله. وباب الانكسار باب ليس فيه ازدحام، هناك من يأتي من فوق. الله عز وجل كلما تذللت إليه أعزك ورفعك بين الناس، وكلما تكبرت قصمك. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم إن طول الأمل من أسباب ضعف الإيمان، وقصر الأمل من أسباب قوة الإيمان. قال تعالى هذه الآية: كلما دخل سيدنا عمر بن عبد العزيز إلى دار الخلافة قرأ هذه الآية: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقوله تعالى: كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. قال بعض السلف لرجل صلى بنا الظهر، قال الرجل: إن صليت بكم الظهر لم أصلي بكم العصر. فقال له: وكأنك تؤمل أن تعيش لصلاة العصر؟ حدثني أخ كريم قال لي: والله صليت الفجر مع أحد الأصدقاء وكان ذا دعابة ولا يشكو شيئا إطلاقا، رأيته في رابعة النهار في وقت الظهيرة في موقف سيارات، والشيء الذي لا يصدق أنني صليت العصر عليه في يوم واحد، صلى معه الفجر ولمحه وسط النهار وصلى عليه العصر. أيها الإخوة الكرام، نعوذ بالله من طول الأمل، من قصر أمله حسن عمله. التفكر في حقارة الدنيا حتى يزول التعلق بها من قلب العبد، قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقد قال: أما أعمال القلوب التي تقوي الإيمان فمحبة الله والخوف منه ورجاؤه وحسن الظن به والتوكل عليه والرضا بقضائه وقدره والشكر له والصدق معه واليقين به والثقة به والتوبة إليه، هذه كلها من أعمال القلوب التي تقوي الإيمان.